السلام الله عليكم الدراري وتحيه لكم كاملين. واحد المساله بغيت نتكلم عليها صراحه هي ديك ليكستري ديال 3 شهور الاخرى ديال الرواج الحساب ديالك ديال الكونت ديالك في البنك. دونك دابا شنو كيوقع السيناريو؟ شنو هو؟ انت كتمشي عند البنكي فين فتح الكونت ديالك، كتقول له اعطيني الرواج ديال الحساب ديالي الرولوفي بونكير ديال 3 شهور الاخرى. كيجي هو كياخذ لك ديال 3 شهور وكيعطيها لك. مي البروبليم هنا شنو كاين؟ رانا شي واحد كيكون مثلا حاط شي مونطون باغي ينفخ به الكونت ديالو ولا شي حاجه، كيتسنى دوز ديك 3 شهور. هو كيجي كيحسب، كيجي كيحسب هو الحساب اللي كيدير هو ماشي الحساب اللي كدير البنكه. بمعنى وانا نعطيكم مثال حي باللي وقع، باللي وقع اليوم. اليوم 30 في الشهر ياك، 30 جونفي فوالا 30 جونفي اليوم، غدا 31 وحتى نهار الاربعاء عاد لو 1 فيفري. دونك اذا مشيتي عند البنكي وطلبتي له 3 شهور الاخرى غادي يعطيك الرواج ديال شهر 12 وشهر 11 وشهر 10. مي اذا تسنيتي حتى نهار الاربعاء غادي يعطيك الرواج ديال شهر 11 وشهر 12 وشهر 1. شوف ديكالاج ديال يومين كيقدر يخلق فرق كبير في الدوسي ديال الفيزا. بمعنى ان شي واحد اذا كان باغي يدير يدفع فيزا وعندو شي مونطو مثلا عطاه له شي واحد وحطو في الكونت ديالو باش انه يروج به الكونت ولا باش يبان الكونت ديالو راه طالع مزيان ولا شي حاجه، خصو يدير حسابو. هاد المساله هادي ما تحسبش انت الحساب ديالك صافي راه لاخر الشهر، صافي راه لاخر الشهر. نو، اذا مشيتي طلبتيها اليوم في 30 غادي يعطيوك لاتيساسيون دونكور على دات دو 30 يعني في التاريخ ديال 30، ولكن لي 3 موا غادي يحسبوا لك الشهر خصو يكون مسدود صافي حتى تسالى 31 يعني حتى نهار الاربعاء اللي تكون 1 جونفي 1 فيفري بليتو، عاد غادي يعطيوك ديال 3 شهور الاخر. دونك هادي ردوا لها البلاد الدراري، سينو ملي تمشي انت تطلب لاتيساسيون غتلقى عندك شهر 10 مثلا، انت ما دايرش حساب راه كاين، مي غادي تلقى عندك شهر 10 عندك الورقه ديالو. وهنا يقدر يوقع شي مشكل ابخي سيرتو اذا كان عندك الكونت خاوي ولا الرواج ما باينش فيه مزيان ولا شي حاجه. دونك هادي ردوا لي البال حتى يتسالى الشهر مره، يعني حتى يموت عاد سير دفع ولا سير طلب بلوتو لاتيساسيون ديال لونكور والاكستخي ديال الكونت ديالك ديال غولوفي بونكير ديال 3 موا الاخر. بون فوالا هادي الدراري بغيتكم تردوا ليها البال حيت معلومه صراحه ما كانتش في بالي حتى انا، وتضحت في السيتيواسيون اليوم عاد فهمت مزيان داكوغ.